في ضيف عاوز يقابلك يا سيدي. قالك بخصوص ايه؟ ما قالش، طلب المقابلة وأكد انه أمر خطير. خليه يدخل. أمرك يا سيدي. سيدي القائد في انتظارك. كائن غريب. أنا أول مرة أشوفك. أنت مين؟ وإيه الأمر الخطير اللي قلت للحارس عليه؟ أنا واحد من شعب كيمت المخلصين، أما بالنسبة للأمر الخطير فهو شيء بيهدد مستقبل البلاد. إيه؟ مستحيل أي شيء يهدد كيمت وأنا موجود. قول اللي عندك بسرعة. مستحيل، الرسالة دي جبتها منين؟ وقعت في ايدي بالصدفة. المهم دلوقتي انت هتتصرف ازاي؟ هتسيب كيمت يحكمها شخص غريب؟ يا حارس! امرك يا سيدي. بلغ الملكة عن خامون اني لازم اشوفها ضروري.